اي اشتراها الدار الوحيدة اللي كتمشي ليها وكيفرحوا بيك من القلب هي دار الضريبة. اي قال لك سيدي المعلمات ولاو كيتخلصوا مليون للشهر، والله العظيم الا الواحد يتزوج بشي 4 ديال المعلمات اتولي عندو 4 مليون شهر، ريح في الدار يصحح على الامتحانات. اي قالت لي قالت فهمت مع الطريطور على 30 طبلة، 28 لعائلتي وجوج طبلات لعائلتك. قلت لها كون عذرت لنا ابل فيديو قبل ما نجيو نتزاحموا معاكم. هاي هادي واحد الدريه سولت باها، قالت لي درك بابا علاش فارس باباه مسميه فارس؟ قال لا الله اعلم، يمكن باه كيبغي الفرسان كيحب الخيل. وهي تقول لي وانا يا علاش سميتوني تسميه؟ هو يقول لا زكي يا سيري تنسي. اي قالت لي بابا غادي نمشي نحفظ عاد صاحبتي، قال لي هادو زيد جلسي الارض راه تمك كانت كتجي تحفظ مع عمتك. اي اشتي الحاجه الوحيده اللي درنا احنا الدراري في الصغر وانتوما كاع ما درتوها الدريات، هو احنا دخلنا الحمامكم وانتوما كاع ما دخلتوا الحمامنا، داكشي علاش النص فينا محسوب عليكم. اي هذا واحد خينا خاطب واحد خيتي 10 سنين وفي كل مناسبه كيرسل ليها حولي، واحد النار وهي تقول لي الا باقي معطل ارسل لينا السارح. اي الى كل امراه تمنع زوجها من الخروج والسهر ليلا تذكري ان امراه دخلت النار بسبب هرة حبستها، فما بالك وأنت تحبسين أسدا. آي هذاك اللي خرج عيد الحب كان بغي نقول لك سير الله يعطيك العذاب، دابا أنا منين غادي نجيب 15 كادو منين؟ اي غبقى يدافع عليه كبير حتى تجي شي وحده تكون كضوب السراول وغدي لك. اي كو كان الزواج ماشي جريمه كاع ما يطلبوا لك جوج ديال الشهود في الخطبه. اي الليله ديال 27 راها قربات، الامور راها كتحل بالعقل الدريات. اي واحد خيتي كتحماق على الزواج، هما يقولوا ليها العائله ديالتها راه عندنا لك واحد العريس ولكن راه عوج. قالت لي مع جيبوا لي جيبوا لي على انا غنسطر بيو. هذا واحد خينا سمع صداع الجيران هو يصيفط ولده ويجيب لي الخبار، امشى الدري هو يسمع باللي بنتهم هربت مع صاحبها، احشم باش يقولها لباه هو يقول لي الوالد راه سرقوا لي مع البشكليط. باه ناد مشى عندهم قال لهم والله العظيم الا تهنيتوا منها اللي جا يركب عليها. اي كتقلقوا الدريات حيت نتوما قصيورات، علاه بالسلامه فين عمركم شفتوا الورد كي طوال؟ اي هذا واحد الدكتور مشى لواحد السبيطار ديال الحماق هو شعل لهم الموسيقى، نادو كاملين كيشطحوا الا واحد خينا جالس هو يقول هاد خينا هذا باين بعقلو، هو يمشي عندو وسولو قال ليه انت علاش ما كتشطحش؟ قال لي حيت انا هو العروسه. خوتي المتابعين ديالي بغيت نخبركم باللي راني مريض، جيو زوروني الاخوان الله يرحم الوالدين، زوروني ب4 دانون وستريبي وكيلو كفته ومية درهم كم جوالية في جيبي غنشدها بالزز.
هاي الا بغيتيه يولي حماق عليك سمعيني اش غنقول ليك، خلي شعرك مزيج وبدلي حوايجك من سيمانه لسيمانه، وخلي الصباغه ديال الدفران مقشره، راهو ما كيحماقوا على المعفونات. اي في المغرب الا سلفتي شي واحد فلوسك خاصك انت تشرح لي علاش خاصو يرجع لك فلوسك. اي هذيك اللي قالت لك عدي حبيبي كيبغيني وكيحماق عليا وما يقدرش يتخلى عليا هاكي. هذا واحد خاينة سميتو علي، اتزوج ودار العرس وليلة الدخلة دخل على العروسة لقى العروسة ماشي بنت لقاها امرأة، الاخبار في راسكم. هو يخرج ابداو يغنيو عليه الشيخات ويقول لي مهداه وداو مدو لي داك البندير، عطاو البندير وساري غني على راسو، هاو دوزوها بكري ولبقوها لعلي. اي هذا واحد خاينة تزوج، دازت واحد سيمانة وهي تعيط لي امو ويا تقول لي يا وليدي رد بالك من نساب، راه النساب ما فيهم ثقة. قال لها ما تخافيش امي ما تخافيش، راه الكوزينة انا اللي شادها بيدي، كان طيب ونجفف ونغسل المواعن ونسيق وندير كل شيء. ويا تقول لي صافي يا وليدي صافي، اللي عطى الله عطاه. تقولي لي ذاك الحرامي اللي سرق لك قلبك واش ساكن بعيد ولا قريب؟ اي واحد خيتي لقيتها كاتبة من كثرة اشتياقي لحبيبي امتلأ فراشي بالدموع وراه كتكتب يا البوالة. اي البنت كتخسر على راسها 200 درهم ما بين حمام وصالون وطاكسي باش تمشي عنده هو ويخلص عليها 20 درهم ديال القهوة، وفاش كيتخاصمو كطلع هي اللي ماتيرياليست. اي هذا واحد الراجل ما كيعجبوش طياب مرتو، شد واحد اللوحة ودارها في كوزينة هو يكتب فيها إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، حيدات المسخوطة وعلقات لي في بيت ناس. واي النفسية محتاجة لشي واحد يكون ما كيعرفني ما كنعرفو، نمشي أنا وياه لشي جبل عالي ونبقى نعاود لي كاع اللي في قلبي وملي نسالي اللوحو. اي كون جيت نحسب هذوك الدريات اللي كانوا كيقولوا لي راني كنموت عليك كورا ولات عدي راوده في سميتي. اي وكم من جلابه انيقه تحت منها بيجامه حالتها حاله وانتم لا تعلمون.